اللي بيحاول يحقق لك كل اللي انت محتاجاه. لازم تقدر ان هو مجبر انه يجيب فلوس ويشتغل علشان يعرف يعيشك، لكن ان انت تنساقي وراء اي كلام، وحتى لو انت بتسمعي الكلام ده وتاخديه على هواكي فده غلط. يا جماعه فكروا صح وعيشوا صح، بلاش تمشوا وراء اي كلام بيتقال. العلاقات احترام، العلاقات تقدير، الزوجه لازم تقدر زوجها وهو يقدرها. النهارده كان في موضوع مهم وكان لازم اتكلم فيه، الاهالي والماديات الباهظه في الجواز. النهارده الشاب اللي متخرج عنده 20 سنه، هل هيقدر يقوم ب 100,000 جنيه شبكه وبشقه ب 300,000 وبعفش ب 200,000 وبالمطالب اللي بيطلبوها دي كلها؟ الشاب اللي لسه متخرج من كليته او من الجامعه وعايز يتجوز ويعيش حياته، هل هيقدر يغطي كل ده؟ تحت شعار وهاشتاج رفقا بالشباب، ارحموهم شويه. الشاب اللي جاي لك ده، انت ما اتولدتش او انت ما اتخلقتش وانت معاك الفلوس دي كلها كوالد البنت دي، انت اكيد برضه تعبت وابتديت حياتك عشان توصل للمستوى ده. فلما يجي لك عريس لبنتك ما تقولوش هتعيشها في مستواها، طبيعي انها مش هتعيش في مستواها وهتروح في حياه تانيه. فما تحطوش في دماغ اولادكم انها تدور على الشخص اللي معاه فلوس، دوروا على الاشخاص اللي يحترموكم، دوروا على الاشخاص اللي يقدروكم، الاشخاص اللي تعيشوا معاهم وانتم مبسوطين. دوروا على ان انتوا تعيشوا حياه سعيده مش تعيشوا حياه ماديه. ما ممكن تكون الفلوس موجوده لكن الاشخاص اللي يعيشوكم مبسوطين مش موجودين اساسا. يا جماعه يا ريت تحسبوها صح، ويا ريت تفكروا ان العلاقات احترام وتقدير، تاني وتالت وعاشر. العلاقات تقدير، لازم اكون عارف ان انا هعمل ايه في حياتي مع الشخص ده عشان اقدر اعيش معاه حياه كويسه. لازم اكون مفكر كويس جدا ان العلاقه بينا تقدير واحترام، وان احنا الاثنين لازم كل واحد يتنازل شويه علشان المركب تسير. لازم اكون فاهم ان الحياه مشاكل ومعاناه، لازم احنا الاثنين نتحملها ونبقى احنا الاثنين واحد عشان نقدر نعيش فيها. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، وما ينفعش اللي الشباب بيعملوه الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وضجه كبيره جدا والبنات تسمع كلام والشباب يسمعوا كلام. بلاش ننساق ورا ده يا جماعه، خلونا نعيش حياه صح، خلونا نعيش حياه كويسه على الاقل، اننا نبقى بنقدر بعض على الاقل، ان لما يكون في علاقه كويسه تستمر. سيبوا الناس تعيش مبسوطه يا جماعه، وبلاش نزل في ودانهم بخراب. بعد ما كنت طالع والناس كلها كانت مفكره ان انا طالع ان انا هتكلم وهقول الراجل يفرض شخصيته والراجل يعمل، لا مش احنا اللي هنبقى التعصب ده، احنا عايزين الناس تعيش مبسوطه، عايزين الشباب تعيش سعيده. حرام عليكم اللي بيحصل في الشباب، حرام اللي احنا بنشوف الفتره اللي فاتت ده، مشاكل وعلاقات بتتدمر بسبب كلام ملهوش اي لازمه. والشباب فكروا صح، انتوا اللي مكملين مع بعض، انتوا اللي عايشين مع بعض. يا جماعه الحب مش مجرد كلمه، الحب مشاعر وتقدير واحترام وتضحيه. الحب الاثنين بيتحولوا لشخص واحد، الاثنين بيعيشوا مع بعض علشان هما الاثنين يبنوا العلاقه اللي هما اختاروها. هما اختاروا بعض ولازم يختاروا حياتهم، فما نجيش نكلم ودنهم بكلام يخلينا نعمل مشاكل بيننا وبين بعض. الحب تقدير واحترام، واشخاص مستعدين يضحوا علشان بعض بكل اذى، واشخاص عايزين يعيشوا مبسوطين مش هينين بعض وبيكملوا علشان بعض. انا في هذه المره وانت في هذه المره خليت كتير الامور تمشي، لكن لو كنا ماشيين على مبدا ان الراجل يفرض شخصيته او الست تفرض شخصيتها كده بندمر العلاقات. بالنسبه لموضوع النسيان اللي اتذكر في الرسالتين، يا جماعه المشكله مش في النسيان، احنا نقدر ننسى ونعيش حياتنا. المشكله في الذكريات اللي الشخص بيسيبها لنا في كل مكان. المشكلة في احتلال الشخص ده مكانة جواك لمشاعرك الداخلية، ان انت طول الوقت بتحاول تتغلب عليها وهي بتغلبك لدرجة ان الخيال بقى بيصنع حدوتة وهمية ويعيش فيها لثواني تتمنى انك ما تخرجش منها. بس مجرد ما العقل يبدأ يفوق بتصحى على كابوس، بتشوف ان الشخص ده مش موجود وبتتصدم بعدم وجوده، فبتتمنى انك ترجع للحلم ده تاني. ومن هنا بقى بتبدأ رحلة الود البطيء. حاول تطلق تتخلص من الذكريات، لانك لو قدرت تتخلص من الذكريات هتقدر تنسى الشخص ده وهيبقى مكانه وكانه لم يكن في حياتك. واياك والخضوع لضعف عياطفك، كن قاسيا وصلبا وعود ذاتك على الوحده والصدمات حتى لا تشعر بالانكسار في شيء يستحق تحطيمك.